صباح الخير يا متابعين، فتح الفان الصباح لشركة وينزر بروكر. مقدمه لكم كريم مجدي اليوم 15 ابريل 2020، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. تداولات ايجابية لمؤشر داو جونز وارتفاعات الاسهم الامريكية بشكل عام، وده راجع طبعا للتفاؤل بان ادارة ترامب هتتحرك لتخفيف الاغلاقات المرتبطة باجراءات كبح انتشار فيروس كورونا، وده طبعا القى بالظلال وعلى تقارير ارباح تبعث على القلق من بنك طبعا جي بي مورجان وويلز فارجو. دي كانت اهم الاخبار، ولكن كمان ما كانش عندنا طبعا بيانات هامه خلال تداولات امس، ولكن النهارده هنكون في انتظار بيانين مهمين من الولايات المتحده الامريكيه. اولهم مبيعات التجزئه الاساسيه لشهر مارس المتوقع ليه يكون سالب 4.8% مقارنه بالشهر طبعا السابق اللي هو شهر فبراير كان سالب 4.4%، وطبعا ده راجع لاكيد تاثير فيروس كورونا على مبيعات التجزئه. ايضا بيان مبيعات التجزئه لشهر مارس متوقع ليه سالب 8% مقارنه بالشهر الماضي اللي كان سالب 5%. دي اهم البيانات المنتظره واهم الاخبار. خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت ونشوف توقعاتنا ليه على مدار اليوم. النهارده اداء ايجابي واضح طبعا لمؤشر داو جونز، خط اتجاه صاعد محافظ عليه، بيحاول طبعا دلوقتي ان هو يكسره، ولكن كسر عرضي ونتيجه ضعف الاداء وضعف السيوله مش اكتر من كده. اداء ايجابي على مؤشر الاستوكاستيك، على مؤشر الفلات ترند، مؤشر الاي ام اي، تقاطع المتوسطات السعريه الاعلى، ثبات السعر اعلاهم، الاهم من ده ثبات السعر اعلى 23110، ولكن الخطوه الاهم هو ثباته اعلى 23790، وده اللي كنا كلمنا حضراتكم فيه ان احنا هننتظر اغلاق وكسر ال 23790، وممكن نستنى كمان نطمن ان هو ارتفع عنها شويه علشان نطمن ان هو هيكمل الاتجاه، وقتها هيكون المجال مفتوح قدامه لل 24490 وراه ال 24975. مره ثانيه الاتجاه الاكثر توقعا هو الاتجاه الايجابي بشرط كسر ال 23790، وزي ما قلنا لحضراتكم اغلاق كامل عشان يروح لل 24490 وراها ال 24975. السيناريو الاخر والمعاكس هتحقق بكسر ال 22300 وراها ال 21690 واخر نقطه عند ال 20815. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. بتمنى لكم اكيد متداول امن، وبشكركم على حسن رعايتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.